بالنسبه للكويرنس سكاترينج زي ما كنا بنقول قبل كده ان هو عباره عن جاما جاما فوتون انتراكشن، فمعنى كده ان احنا في الانتراكشن ده ما فيش عندنا، مش محتاجين ان احنا نحسب حاجه اكشوالي، ده بيبقى البرايمري ميكانيزم بتاعها هو الاوسيليشن بتاع الالكترون كلاود ان ذا اتوم ان ريسبونس تو ذا الكتريك فيلد اوف ذا انسيدنت فوتون، واللي بيحصل فيه بس مجرد تغيير الدايركشن بتاع الفوتون، ما فيش فيه حاجه اكتر من كده. الكروس سكشن بتاع ده بيبقى عباره عن سيجما كوهيرنت، وسيجما كوهيرنت بيبقى دايما بيكت ان ذا فورورد دايركشن بيكوز اوف ذا انترفيرنس افكتس بتوين ذا الكترو ماجنتيك ويفز سكاترد باي فيريس بارتس اوف ذا الكترون كلاود. عادة البيك بتبقى narrower for elements of lower atomic numbers and for higher energies. اوكي، هنبص على الكيرف بتاع الحاجات دي نشوف شكله عامل ازاي. لو احنا بصينا على السيجما كوهيرنت بتاعت مثلا هناخد ثلاث امثله، السي اللي هو بتاع الكربون، السي اللي هي الكالسيوم، البي بي اللي هي عباره عن الايه الليد اللي هو الرصاص. اوكي، هنلاقي ان هنا ده الاتوميك نمبر بتاع ده اصغر حاجه، الزي بتاعت هنا اصغر حاجه، هنا اكبر شويه، هنا اكبر كتير، فهنلاقي ان احنا عندنا شكل الكيرف بتاع الكوهيرنت كروس سكشن اللي هو مع الثيتا. اوكي، هنلاقي ان هو شكله فيري نارو هنا زي ما احنا شايفين هنا كده، يعني فيري انلايكلي ان احنا نشوف كوهيرنت سكاترينج في الانجلز اللي هي من 30 لغايه 180. هنا لا، هنا ممكن اشوف حاجات لغايه 90 واكتر من 90 كمان، بس الحاجات اللي اعلى من كده فيري انلايكلي في الكالسيوم. انما بالنسبه للليد بقى لا، ده احنا لايكلي ان احنا نشوف كل حاجه، يعني شايفين هنا الكوهيرنت سكاترينج شكله عامل ازاي، شكله فيري وايد. اوكي، لو احنا بنتكلم على ان الانرجي بتاعتنا اعلى، لما بنتكلم على اكتر من 100 كيلو الكترون فولت هنلاقي نفس الكلام بيتحقق بالظبط، لو احنا خدنا انرجي اعلى هنلاقي برضو نفس الحاجه بتتحقق.